أصدر مكتب المرجعية الدينية العليا نصائح للمؤمنين في عصر الغيبة، خصوصا ونحن نعيش في هذه الأيام في ولادة الإمام المهدي الإمام الغائب الحاضر، ومن ضمنها أن على المؤمنين أعزهم الله أن يستحضروا دائما أن الإمام المهدي هو الإمام المنصوب عليهم من الله سبحانه وتعالى. أهمية هذا الاستحضار وين تكون؟ طبعا المؤمن لما يشعر أنه لديه مرجعية دينية ولديه ارتباط بالمعصوم، لما يشعر أن خط النبوة والإمامة لم ينقطع، نحن نشعر المؤمنين نشعر أن خط النبوة خط العصمة لم ينقطع، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وصولا إلى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نعيش في زمن العصمة، فبالتالي الإنسان لما يشعر أنه مرتبط بالمعصوم، يشعر أنه مرتبط بإمام متصل بالسماء، الإنسان يشعر بقوة، يشعر بحالة من الطمأنينة. الإمام سلام الله عليه هو أمان لهذه الأرض، أما الإنسان المبتعد عن خط الإمامة حقيقة هو منقطع عن السماء، نحن نشعر أننا غير منقطعين. فلهذا الإنسان لابد أنه يتصل بالإمام من خلال الدعاء للإمام، من خلال استحضاره في الشدد، التوسل به ليكون شفيعا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. من الجيد أن تكون علاقتنا قوية بالإمام الحسين عليه السلام وبأبي الفضل العباس سلام الله عليه، لكن لابد أن تكون علاقتنا أيضا قوية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الكثير من المؤمنين لديه علاقة خاصة مع الإمام الحسين عليه السلام، وهذا جيد وممتاز، يجب أن تكون علاقتنا جيدة مع الإمام الحسين عليه السلام، لكن يجب أن نوازن، أن نستشعر علاقتنا مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأن هو الإمام المفترض الطاعة في هذا الزمن، هو إمام هذه المرحلة، هو الإمام الذي يجب أن نتبعه سلام الله عليه. فبالتالي علاقتنا به لازم تكون متواصلة، مثل ما أذكر الإمام الحسين لازم أذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو من سيأخذ بثار الإمام الحسين، فبالتالي لا يجب أن لا تكون هنالك قطيعة تاريخية بيننا وبين الحسين سلام الله عليه، ليس هو الحسين التاريخي فقط، وإنما امتداده اللي هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.